شفت القرعه ازاي يا عمر؟ تابعتها ازاي النهارده؟ لا النهارده يعني كان يمكن في وقت ظروف الكورونا اللي احنا فيها، الاحداث اللي بقت زي قرعه كاس عالم الانديه، جائزه الافضل بقت بتتعمل كلها من مقر الفيفا، من داخل مقر الفيفا، بتقتصر على فردين ثلاثه هم اللي بيقدموا، لو في حد بيبقى اونلاين وكده. شفتها النهارده لايف اونلاين الساعه 5 من زيوريخ. الحقيقه كان موضوع مبسط جدا، ما اخدتش 15 دقيقه بالظبط، وكان يعني اللي بيدير القرعه هو نائب مدير المسابقات في الفيفا، وكانت اللي بتقدمها جيسيكا ليبرتس المذيعه الالمانيه. يمكن هي بتقدم دلوقتي استوديو بونز ليج، اكيد حضرتك بقى متابع على طول. يعني بونز ليج مميزه جدا، وبيستعينوا بقى دلوقتي في الايفنتات الكبيره طبعا. يعني في الفيفا كتير، هي مثلا عملت الفيلم بتاع عيد ميلاد بلاي 80، هي اللي قدمته، وعملت حوارات مع يورجن كلوب ومورينيو وكافو واساطير الكره العالميه في الوقت ده. الحقيقه حاجه كانت جميله، شفت تجربه بالمناسبه هايله، يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها ان انت تقدر تقدم حدث زي ده بالبساطه دي، برده بتستعين بواحد من نجوم الكوره، برده كان اللي بيسحب القرعه النهارده دييجو اللي هو حارس مرمى فولفسبورغ الالماني السابق ومنتخب سويسرا، دييجو بيناليو هو كمان يعني اخر محطه له لعب في موناكو شويه، برده من الوجوه اللي لعبت كاس عالم كمان مع منتخب سويسرا. يعني كان حدث بسيط وجميل، وان انت تشوف اسم النادي الاهلي وسط الانديه العملاقه على مستوى العالم، ابطال القارات المختلفه، اعتقد حاجه تدعو للفخر. يعني ان انت في ظل كل الظروف اللي بتمر بيها الكوره في افريقيا، وحتى في الدوري المصري، الدوري اللي كان مضغوط والبطوله اللي ما كانتش سهله والظروف الكتير اللي انت كنت فيها، ان انت تقدر توصل انك تبقى وسط اكبر انديه العالم. ده حقيقي.